الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ يوم جديد وحلقة جديدة خطيرة خطيرة جدا. عاملين شوية مكرونة بالجمبري والوايت صوص، حاجة كده خطيرة، كأنك رحتي مطعم فاخر، دفعتي مبلغ قد كده وكلتي طبق ظريف. احنا بقى نعمله في البيت، سهل قوي، واكيد انضف واحسن، مش هياخد منك وقت ابدا، من الاكلات الصيفيه السريعه اللذيذه ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل شوربه سي فود، كلنا بنحبها وبنبقى عايزين ناكلها من بره. عايز اقول لكم بتاعه البيت احلى بكتير، بتاعت بره كده تحسي انها ميه والسي فود فيها كده حبه قليلين. انت بقى تعمليها في البيت، تعمليها محترمه كده ومتكلفه ولذيذه ومكونات بسيطه، ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل اول حاجه الباستا بالوايت صوص والجمبري، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي المكرونه بالوايت صوص والجمبري، وصفه مطاعم كده فاخره وبيدفع فيها فلوس كتير قوي. احنا اكيد برضو هندفع فيها فلوس كتير قوي في البيت عشان هنجيب جمبري، لكن برضو هتبقى انضف واحسن، ونقدر ندلع نفسنا كده. احنا نحط نجيب نوع الجمبري اللي احنا عايزينه ونعمل طعم تحفه وقاعدين في البيت، اخر انسجام ولذاذه. بصوا انا معايا مكرونه مسلوقه، مكرونه قلم اللي هي او مكرونه فرن بتاعت المكرونه البشاميل دي، انسب واحده للوصفه الحلوه دي. او ممكن نعملها بالسباكيتي، او ممكن نعملها بالباستا الفوتوتشيني اللي هي المكرونه الشرايط دي، فاهمين قصدي؟ اللي هي لينجويني كده شرايط، تمام؟ كله ينفع، ما فيش مشكله، اختاري اللي انت عايزاه. انا سلقتها سلقه يعني الا ربع كده علشان لسه تتقلب في الصوص، ما تبقاش مهريه معانا، خلوا بالكم الحكايه دي. وبسلق المكرونه في ميه بتغلي عليها معلقه كبيره من الملح بس، وما بحطلهاش اي حاجه تانية خالص، تمام؟ نيجي بقى للجمبري. انا معايا شويه جمبري حلوين كده، طبعا الكميه اللي انت عايزاها براحتك، متقشر ومتنضف وزي الفل. هنتبله بايه بقى؟ معانا توم مفروم، هنحط مثلا فصين من التوم المفروم، معلقه من الكمون وملح وفلفل، وهنحط برضو نص عصره ليمونه مع الجمبري بس، ويبقى كده هو اتبل معانا وهايل واخر لذيذه. عايزه تحطي رشه شطه هينفع، هيبقى برضو ظريف جدا. عايزه تحطي بدل التوم الصحيح ده توم بودره، بصل بودره، برضو هيبقى ظريف جدا ان شاء الله يعجبكم. نيجي بقى للوايت صوص بتاع الباستا، عباره عن ايه؟ هنعمله كده زي البشاميل بس بيبقى قوامه خفيف. فبنحتاج مثلا زبده او ممكن سمنه، اللي متوفر عندك يفضل زبده وسمنه الاثنين مع بعض. هنحط كمان دقيق، يعني لو هنحط معلقه كبيره من الزبده او معلقه كبيره من السمنه هيبقى قصادها على طول معلقتين من الدقيق. هنحتاج فصين من الثوم المفروم، معانا لتر من اللبن الحليب، يعني 4 كوبايات من اللبن الحليب. طبعا لو احنا هنعمل المكرونه اللي معايا دي تقريبا كيس ونص، تمام؟ فهنحتاج كميه كبيره من البشاميل الخفيف بتاع الباستا. معانا كمان شوربه، لو متوفر عندك شوربه فرخ هتنفع، لو مش متوفر شوربه خالص ممكن نستخدم الميه او نزود شويه من اللبن، نخليها كلها لبن مفيش مشكله. معانا كمان جبنه كريمي او اي نوع جبنه مبشوره تحبيه، جبنه رومي هتبقى حلوه، جبنه الرومي هي بديل الجبنه البارميجان. طبعا جبنه البارميجان بتبقى حادقه كده ولذيذه جدا، لو عندك استخدميها، مش عندك يبقى ممكن الجبنه الرومي المبشوره، ممكن جبنه شيدر، جبنه كوبايات بطعم الرومي بطعم الشيدر. المهم ان الجبنه بتدي طعم تحفه وبتودي الباستا في حته تانية خالص، تمام؟ معانا كمان رشه خفيفه من جوز الطيب وبس، ولا اي حاجه تانية، هتطلع معاكم تحفه ان شاء الله، تنبسطوا منها قوي. انا عايزه اجيب بوله كده علشان نتبل الجمبري. اول حاجه هنحط الجمبري المتنضف المنزوع القشر خالص، ونحط عليه الكمون كده، ونحط شويه ثوم زي ما اتفقنا، ثوم فريش او ثوم بودره مفيش مشكله، ملح وفلفل ونص عصير ليمونه بس كده، ونقلب الجمبري كده كويس قوي
بالتتبيلة البسيطة الحلوة دي. معايا هنا ووك غويطة وسخنة، عايزة احط لها زيت. هنحط كده ايه معلقتين من الزيت، واول حاجة هعملها هنزل بالجمبري كده. يلا بسم الله. عايزة الجمبري كده ايه يلون ويستوي، ياخد لون حلو. ياه على الريحة خطيرة، ريحته تجنن. عايزة اطلع هنا كده بولة جنبي. ضروري اسوي الجمبري الاول ياخد لون حلو واطلعه على جنب، ومكان تسوية الجمبري ابتدي بقى اعمل الوايت صوص الظريف. هتشوفوا دلوقتي ازاي اهو كده. دي يا جماعة احلى طريقة، وهتدعولي احلى من بتاعة المطاعم بكتير كده. عايزة اضمن ان الجمبري استوى، وطبعا الجمبري ما بياخدش وقت خالص على النار، على طول بتلاقوه استوى معاكم وبقى زي الفل كده. بس كده خلاص استوى، هنطلعه نحطه هنا كده في البولة. الجمبري حساس ما بياخدش وقت خالص، ما تسيبوهوش مدة كبيرة علشان ما يبقاش مجلد. عايزة اقول لكم ان الجمبري اصلا يعني ناس كتير بتاكله حاف عادي، يعني يبقى حلو قوي. نيجي بقى هنا في نفس الطاسة هنحط السمنة او هنحط الزبدة، مفيش مشكلة. انا افضل خليط ما بين السمنة والزبدة كده، في نفس المكان اللي احنا ايه عملنا فيه الجمبري. عايزاها بس كده تسيح، وننزل بالدقيق اهو كده، معلقتين كبار من الدقيق. بصوا شكل الصوص عامل ازاي، خفيف كده تمام. ومعانا لبن، ونقلب كويس قوي. وهنحط ثوم مفروم، وهنحط شوية من الجبنة المبشورة، جبنة رومي كده، ورشة من جوز الطيب، وملح وفلفل، ملح وفلفل. ونقلب، عايزة القوام بتاع الصوص يبقى تقيل شوية، يعني تغلي كده، ولو لقيناها تقل قوي مننا نخففه، يا اما بشوية مية، عندك شوية شوربة، شوربة فراخ هتبقى حلوة قوي، او شوربة جمبري بقى. طبعا لو الجمبري اللي انت جايباه ده انت اللي قشرتيه وفصصتيه، القشر ده كنز تعمل بيه شوربة خطير. بص الصوص اهو ابتدى يتقل، لو حسينا ان هو احنا محتاجين نخففه شوية نخففه. انا ممكن اخففه ازود شوية اللبن دول كده. وهنقوم ايه بقى واخدين الجمبري حاطينه مرجعينه هنا معاها اهو، ويدخل كده مع الصوص. وننزل بالمكرونة، مكرونة مسلوقة بس كده. يا سلام على اللذاذة، ورشة بقدونس على الوش كده. باستا بالجمبري مش قادره اقول لكم، حط جبنه كمان زي ما بقول لكم، الجبنه الرومي هتبقى خطيره. هطفي عليها النار. ممكن نجيب بقى الطبق الحلو ده وننزل كده بيها. بسم الله باستا بالجمبري لذيذة. بس معانا جبنة رومي تاني، نحطها كده على الوش. الجبنة الرومي هتليق جدا، ورشة بقدونس خفيفة. وحد بقى كده يجيب لي شوكة بقى، شوكة.
وندي على طول اكل سهله جدا ما خدتش وقت، والجمبري بيستوي على طول واكله ظريفه قوي. جربوها، النكهه اللي احنا عملنا بيها الصوص الابيض بتاعه الجمبري مكان الجمبري بتخليه طعمه تحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بالف هنا وشفا. وادي الطبق الثاني اهو نخليه جنبه هنا كده، بس كده جربوا الوصفه ان شاء الله تنبسطوا منها قوي. فاصل نلم الحواوش دي ونعمل بقى بعد كده شوربه سي فود رايقه لذيذه جدا بمقادير مظبوطه ان شاء الله تعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت هنعمل دلوقتي شوربه سي فود لذيذه جدا، مقادير كلها ظريفه احلى من بتاعه بره، انضف واروق كده تعملوها في البيت وتاكلوها بالهنا والشفا. بصوا انا معايا سي فود مشكل، انت ممكن بتجيبيها كده على طول خلطه سي فود للشوربه من عند الراجل بتاع السمك، قولي له كده انا عايزه اعمل شوربه سي فود فاديني ايه شويه ايه حاجات مشكله، هديك جمبري بقى على كاليماري على حته من الكابوريا، يعني شويه كده ايه حاجات سي فود ظريفه للشوربه. تمام، سي فود مشكل. هنحتاج بصلايه، بصلايه مفرومه متقطعه حته صغيره كده، معانا توم مفروم تقريبا فصين كبار من التوم المفروم، معانا جزرايه مبشوره، جزرايه كبيره او لو الجزر صغير يبقى جزرتين صغيرين كده مبشورين، معانا كرفس، معانا كرات، معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الزبده، معانا كوبايه من اللبن الحليب، ونص كوبايه من كريمه الطبخ، ملح وفلفل ورشه كمون. بس كده وصفه ظريفه جدا جدا ان شاء الله تنبسطوا منها قوي. هنعمل ايه؟ اول حاجه خالص هعملها هشوح السي فود الحلو ده في حله من غير ما احط زيت ولا حاجه ولا اي حاجه خالص. اهو بسم الله، دي اول حاجه، حتت من السمك على حتت من الكابوريا المتقطعه، جمبري، جندفلي، كل الكلام ده كده حتت، ونشوحه زي ما انتم شايفين كده. يا الريحه، ريحه خطيره كده اهو، ريحه بحر قوي، يعني شكلهم على طول بيلون وبياخدوا لون اورنج بينك كده خطير اهو. اول ما يتشوحوا كده ويبقوا تمام التمام بنزل على طول بالبصل ونقلب البصل معاها. كل ده انا مش حاطه بص ولا زيت ولا حاجه خالص، هحط زبده بس هستنى شويه السي فود كده ايه يخرج الرطوبه اللي فيه والميه اللي فيه عشان يعمل طعم احلى كده. البصل ياخد له تقليبه حلوه، وعايزه انزل بالثوم برضو عشان ياخد من البخار بتاع السي فود، عايزه كده ايه اشم ريحتهم. يا جماعه الريحه خطيره، حلوه قوي كده. وهنحط بقى ايه زبده، هنحط معلقه كبيره كده من الزبده. اول ما تبتدي الزبده احس انها بتسيح، هنزل بقى بالجزر وشويه التوابل، الزبده بقى ايه شخصيتها على طول اول ما نزلت يعني الريحه جنان كده. نحط بقى ايه الجزر، الجزر مهم هيعمل طعم تحفه، وهنحط الكرات والكرفس برضو. فين ايه اللذاذه كلها تظهر بقى، الريحه خطيره.
لو عندك كرات بس او كرفس بس ماشي، يعني مش لازم تحطي الاثنين لو مش متوفرين، لكن لو قدرتي تجيبي الاثنين هيبقى احلى، بيعملوا طعم فظيع في الشوربه. كده احط بقى ملح وفلفل، ملح فلفل كمون، ممكن احط رشه شطه لو تحبوا. يا عيني كل التشويح ده يعمل لك طعم شوربه خطير. هنحتاج بقى ايه، نحط معلقه كده من الدقيق، معلقه كبيره كده حلوه، ونقلبها، وبعدين نحط اللبن ونحط الكريمه. لبن، نحط كمان ميه، ميه سخنه، سلام بقى على اللذاذه. ناخد لها كده غلوه، وبعدين نقوم حاطين الكريمه، كريمه الطبخ. هل هي ضروريه؟ هي بصراحه هتفرق في الطعم. لو مش متوفره عندك كريمه الطبخ خلاص، يعني مش مشكله، ممكن نخليها بس كده، بس هي هتفرق في الطعم جدا. احنا هنحتاج بس نص كوبايه كريمه الطبخ بس كده، غلوه ونبقى معانا احلى شوربه سي فود قمر، ملهاش حل. نقدر ندوقها بقى ونطمن ان الملح بتاعها مظبوط، مش محتاجه اي حاجه، هتبقى حلوه جدا لاخر لذاذه. عايزاكم تجربوها وبالف هنا وشفا. استاذه سموره جابتها لكم اهو، تلاقوها يا جماعه كده ايه، يعني قوامها لو حسيتي ان انت حاطه دقيق كتير مثلا زودي شويه ميه علشان الشوربه يبقى قوامها مظبوط، لا تبقى خفيفه قوي ولا تقيله قوي، لا القوام المظبوط بتاع شوربه كريمه السي فود. بس خلاص يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض، عملنا المكرونه بالوايت صوص والجمبري، وصفه حلوه وسهله وسريعه وبتاعت صيف كده، جربوها بتتباع غاليه جدا بره، في البيت مهما جبنا مكونات وبتاع هتبقى ارخص من سعرها من بره، وناكلها في البيت انضف واحلى. والوصفه الثانيه عملنا شوربه السي فود اللذيذه دي، شوربه الكريمه بالسي فود، لذاذه بقى مش قادره اقول لكم، جربوها بالمكونات اللي احنا عملناها مع بعض هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا بشكركم قوي قوي ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.